عليكم. بشكر اي اس اي وشفابه على دعوتهم لينا هنا. انا خريج الكليه ديت، تمام؟ على ايامنا ما كانش موجود الايفنتس ديت، فالحمد لله ان ربنا وفر لنا شفابه ووفر لنا شركه اي اس اي ان هم يقدموا لنا خدمات هندسيه بالشكل ده. انا اسمي عمرو سعد، انا محاضر معتمد من اوتوديسك وسيرتفايد كونسلتنت من اوتوديسك وسيرتفايد بروفيشنال في البرنامج اللي هو اسمه ريف. هكلمكم دلوقتي على تكنولوجيا هي مش جديده، هي من 1970، تمام؟ ابتدت اصلا من 1970. بس هنا التكنولوجيا دي ابتدت اصلا من 1970، ابتدى يبقى ليها برامج من اخر الثمانينات، من 87 بالتحديد كان اول برنامج موجود بيشتغل بالبي اي ام تكنولوجي. البي اي ام تكنولوجي اختصارا لكلمه بيلدينج انفورميشن موديل. الفكره بتاعتها بتقوم على ايه؟ الفكره بتاعتها بتقوم ان انا بدخل داتا للكمبيوتر ومنها من الداتا ديت هو بيبتدي يبني مبنى كامل. مش شرط يبقى مبنى، ممكن يبقى باتور، ممكن تبقى عربية، ممكن يبقى فيلم كرتون. أنا بدخله داتا في باكج برامج، طبعا كل على حسب تخصصه. في البرامج دي ببتدي أدخل الانفورميشن بتاعتي وهو دوت الأساس. واللي قبل الانفورميشن إن كل البرامج دي عبارة عن تولز. يعني مهما أنت كنت محترف في التول ديت، أنت لازم تبقى مهندس شاطر الأول. تمام؟ لأن كل البرامج هي بتاخد منك الانبوت بتاعك وانت الوحيد اللي ليك القدره على الحكم على النتائج دي. البرامج دي مجرد ان هي بتسهل عليك الشغل بتاعك. هنا هنشوف الفيديو دوت ديمونستريشن على السوفت ويرز كلها. دوت كان مشروع الاوتوديسك اعاده تاهيل مبنى. البرامج بتاعت الاوتوديسك دلوقتي بتسبورت الاجهزه اللوحيه اللي هي التابلتس والايبادز. في سوفت ويرز دلوقتي بتقدر تكون مبنى من مجموعه لقطات صور للمبنى بتاعي. يعني انا بصور المبنى بتاعي من كذا اتجاه وابتدي ادخل الصور دي جوه الكمبيوتر وهو بيشوف الدايمنشن عشان ما ابتديش من الزيرو. يعني انا عايز اعمل رقم مساحي مثلا، انا بصور بكاميرا وبتقنيات ليزر برضو بتقدر تدخل الصور دي جوه الكمبيوتر وبتقدر انها ترفع المبنى، ومنها برضه بقدر اكون كتل للمبنى عشان اعمل الدراسات بتاعتي، الدراسات البيئيه بتاعتي، وابتدي اشوف البدائل اللي عندي. البدائل ديت ببتدي اشوف بقى الاستاتستكس بتاعتها، الشمس بتتحرك ازاي، السولار اناليسيس بتاعتي عامله ازاي، تاثير الظل على مدار السنه عامل ازاي. لما بنيجي نتكلم على اختيار الماتيريالز بتاعت المباني، بقدر اعمل اناليسز للاختيار دوت. يعني مثلا لو احنا فكرنا لون الازاز يفرق كتير جدا في الحراره اللي بتدخل جوه الاوضه والاضاءه اللي بتدخل جوه الاوضه دوت. لو انا عملت عليه كنترول كويس اقدر اوفر في الطاقه اللي انا مثلا بستخدمها. في العالم دلوقتي بيتجه لحاجه اسمها الجرين بيلدنجز، ان انا اعمل مبنى بيطلع اقل عوامل. وانا ببني المبنى بتاعي بتقابلني مشاكل، يعني مثلا المفروض ان انا بجيب الاشياء الميكانيكيه، العناصر الميكانيكيه واجمعها، والاستراكشر واجمعها مع بعضها، والاركتكشر واجمعها مع بعضها. طبعا الكلام ده كله هوريه لكم على السوفت وير بتاعه ازاي. بعد كده ببتدي نجمع كل الكلام دوت في موديل وابتدي اعمل سيميوليشن للي هيحصل في الموقع. انا ببتدي اشوف ابني المبنى كله على الكمبيوتر. زي ما انتم شايفين هنا انا بدخل معدات التنفيذ بتاعتي وبدخل كل الايتمز بتاعتي. الكلام ده بيبقى مربوط بالانفراستراكشر بتاع المدينه بحيث ان المبنى بتاعي انا ربطه بالسيستم اللي بيتحكم في المدينه كلها. دي واحده بس هنشغل البرزنتيشن. البرودكتس بتاعتنا
مقسومه طبعا للاقسام اللي عندنا. الاقسام بتاعتنا اللي هي مدني وعماره وميكانيكا وكهرباء. لما احنا بنتكلم على الجزء الخاص بالمباني بيبقى في باكج برامج للمباني. لما نيجي نتكلم على التخصص المعماري في برنامج اللي هو ريفت اركتكتشر. كلمه ريفت اصلا اختصار لريفايز انستنتلي. ريفايز انستنتلي ديت هي ديت الكور بتاع البرنامج. الكور بتاع البرنامج ان لما بغير في اي مكان في الموديل، بغير في اي مكان في المبنى، كل اللوحه بتاعتي بيتعمل لها مراجعه في وقتها، كلها بتتعدل في نفس الوقت. يعني احنا مثلا لما بنيجي نرسم بلان او بنيجي نرسم سكشن، لو انا عديت في البلان لازم اروح اعدل بايدي في السكشن، ولو انا مطلع جدول لازم اروح اعدل بايدي في الجدول. دوت بياخد وقت كتير جدا. يعني انت لو انت قارنت، لو احنا مثلا عندنا بلان معماري او بلان انشائي او الكتروميكانيكال، الداتا ديت انت بترسمها ان بلان وان سكشن وبتطلع اليفيشنز، انت رسمتها في الاول بسهوله جدا. تعالى الموقع طلب ان يحصل تغيير، الاستشاري طلب ان يحصل تغيير في التصميم، برجع اعيد الشغل ده تاني من الاول. انما هنا في البي ان ام تكنولوجي كلها مربوطه ببعضها. يعني لو انا عديت في البلان بيسمع اوتوماتيك في السكشن، بيسمع اوتوماتيك في الجدول. دوت بيؤدي ان انا بطلع ديزاين باكج او بطلع مجموعه لوح متكامله كلها مربوطه ببعضها وكل المعلومات اللي فيها متناسقه تماما. دوت بيوفر تقريبا 20% من التكلفه بتاعت التنفيذ، لان كانت الناس بتواجه مشاكل كتير وهي بتشتغل. اللي بيحصل ان هما كان بيجي لهم لوح مش مطابقه، القطاع مش زي البلان، او الانشائي مش مطابق للمعماري او الالكتروميكانيكال. عندي مثلا دكت تكييف مثلا دخل في كمره، او عندي السقف الساقط بتاعي دخل فيه ماسوره. الناس وهي بتيجي تركب تلاقي المشكله دي قدامها، الموقع يقف له اسبوع قبل ما تتحل. طبعا الوقت بفلوس، المعدات اللي موجوده في الموقع بفلوس، العمال اللي موجودين والمهندسين اللي موجودين، كل دوت بيعلي تكلفه المشروع وبيزود الوقت بتاع المشروع. انا هنا في البي اي تكنولوجي لما بحل المشاكل كلها في الاول، ده بيوفر عليا وقت كتير جدا وبيوفر عليا فلوس كتير جدا. كمان لما باجي استخدم التكنولوجيا ديت انا بحل المشاكل بتاعتي كلها وانا قاعد في المكتب. ده معناها ان الشخص المتخصص هو اللي هيحل المشكله، مش بستنى لغايه ما المشكله تتطور وتوصل لايد الفني اللي شغال، وهو ممكن ما يبقاش عنده الدرايه الكافيه بابعاد المشكله كلها. انا بحل انا كل المشاكل في الاول، وبظبط السيستمز بتاعتي كلها في الاول، وبربطها بالجداول الزمنيه اللي هي انا هنفذ الحاجه ديت امتى، مثلا هنفذ احفر الموقع امتى، صب القواعد والاعمده امتى، هبني الحيطان امتى. كل دوت بدخله جوه البرنامج. هي بتبقى مجموعه برامج، يعني هو ورك فلو موجود. الورك فلو دوت بيبتدي من المعماري ان هو بيبني الموديل بتاعه في الرابط. الموديل بتاعه دوت بيدخل الداتا بتاعت المعماري اللي هي انا عايز اعرف انا عندي الحيطان بتاعتي قد ايه، دخلتها قد ايه، المحاره بتاعتها قد ايه، الدهانات، كل دوت بدخله جوه الموديل. بقول له ان انا عايز ارسم حيطه، مش عايز ارسم خطين. الخطين دولت لما كنت نرسمهم في الكاد، الدلاله بتاعتهم عند الانشائي غير الدلاله بتاعتهم عند المعماري غير الدلاله بتاعتهم عند الالكتروميكانيكي. انما في البي اي ام تكنولوجي احنا بنرسم العنصر اللي موجود في الحقيقه. انا عايز ارسم ماسوره، في عندي طول ان انا ارسم ماسوره، كمان بيسالني على الاقطار بتاعتها جواها، الاقطار الستاندردز اللي موجوده عندنا. لما بنيجي مثلا نشتغل في المعماري، لو انا عايز اطلع منظور، لو انا عايز اخد لقطه مثلا للمبنى بتاعي، بشتغل من الاول تاني. يعني بعد ما خلصت الديزاين، خلصت كل الداتا بتاعتي، برجع عايز ادخلها جوه برنامج اللي هو 3 دي ماكس، وابتدي من الاول تاني علشان اطلع منظور. انما هنا في البي اي ام تكنولوجي انت بتستخدم المعلومات اللي انت دخلتها دي. يعني انت اوريدي بنيت مبنى جوه الريفت، تقدر تبعت له كل البرامج الثانيه عشان الناس تكمل عليه، الناس بتضيف المعلومات بتاعتها. احنا هنا هنشغل برزنتيشن. التكنولوجيا ديت موجوده في مصر، بيستخدمها حاليا او بيستخدمها حاليا في اكبر المشاريع اللي موجوده في مصر. يعني المشاريع اللي احنا اوريدي شغالين فيها في مصر، مشروع متحف مصر الكبير اللي في الرمايه. المشروع دوت ضخم جدا. الناس اكتشفت ان التكنولوجيا القديمه مش هتنفع ان هي تشتغل في السكيل ده، مش هينفع تشتغل في درجه التعقيد اللي موجوده دي. مش المبنى بتاعي المتحف فيه اشكال هندسيه معقده جدا، في اسقاطات كتيره، او في اشكال عندي ما
معماريه معقده جدا. لما اجي افكر انا في الاوتوكاد انا هسقطها ازاي اصلا، انت لو شفت الشكل بتاعه مش ممكن تتخيل الاسقاط بتاعه عامل ازاي. عندك كيرفات كتير داخله في بعضها عشان تطلع لها لانات، تطلع لها سكاشن، الكلام دوت يعني ممكن نقول ان هو شبه مستحيل، او لو اتعمل هياخد وقت كتير جدا. فكان الحل في المباني المعقده ديت ان احنا نستخدم التكنولوجيا دي. المعلومات بتاعتنا بتبتدي من عند المعماري او من فايلات كاد موجوده، على حسب لو انت اشتغلت في شركه مقاولات او لو انت اشتغلت في مكتب استشاري. لو انت اشتغلت في مكتب استشاري يبقى انت اللي بتبني المعلومه من الاول، لو انت اشتغلت في شركه مقاولات تبقى جايه لك متصممه وانت محتاج تدخل المعلومه ديت جوه البرنامج بتاعك. الموديل المعماري انا هحط جواه الابواب والشبابيك والحيطان وكل العناصر المعماريه. يبقى عندي الموديل دوت بقدر انقله عشان اكمل الداتا عليه للموديل الانشائي، يعني مثلا معماري حط لي ابعاد السقف اللي عندي، حط لي الفتحات فين، حط لي اماكن الحيطان والابواب، ابتدي انا ادخل السقف دوت فيه قد ايه خرسانه، خانتها قد ايه، الحديد بتاعه عامل ازاي، بقدر بعد كده اكمل وادي للالكتروميكانيكال، الالكتروميكانيكال يبتدي يحط المواسير والسطحي والدكتات، الكلام دوت كله عايزين ننفذه في الاخر. المودلز بتاعتنا كلها 3D كلها انتليجنت، بمعنى ايه؟ ان المودل عارف ان دي حيطه، ان ده دكت، دي كاميرا، لو حاجه دخلت في حاجه هيقول لي ستوب، في عندك هنا مشكله. الكلام دوت قبل ما ابتدي انفذ، الناس كانت بتفاجئ بالمشكله ديت وهي بتركب في الموقف، انما انت دلوقتي عندك برنامج بيخلي لك المودل بتاعك كله متكامل. بيدخل معانا الجداول الزمنيه بتاعتنا، الجداول الزمنيه بتاعتنا ديت ان انا هشوف التتابع بتاع التنفيذ في الموقع عامل ازاي، ده بيبقى شغل المقاول. المقاول الاول كان بياخد لوح وياخد جدول زمن على ورق برضه ويبتدي يشتغل عليها ممكن نقول 2D. انما انا هنا لما باجي برضه الموديل بتاعي اللي هو 3D بدخل عليه عنصر الوقت، بيبقى عندي حاجه اسمها 4D اناليسيس او 4D سيكونسنج، ان انا بدخلت الوقت في حساباتي. كمان ممكن ادخل تكلفه التغيير بتاعي قد ايه، تكلفه التغيير دوت بيبقى ال 5D. لما باجي بقارن ما بين الفي اي ام والكاد، الكيرف اللي قدامنا دوت، الكيرف دوت هنا الكيرف الماجنتا دوت والكيرف الجراي، الكيرف الماجنتا دوت هو الكيرف بتاع الفي اي ام او المعروفه برضه بالفيرتشوال بيلدينج. المراحل بتاعتي بتبقى مرحله تصميم في الاول، بعد كده مرحله اخراج اللوحات، بعد كده مرحله مطابقه اللوحات. في مرحله التصميم كل المهندسين بيبتدوا يشتغلوا يوضحوا الفكره بتاعتهم عن المبنى او المستشفى، اي حاجه عندي. بعد ما الفكره ديت اتعملت انا محتاج اطلعها في لوحه، لان احنا وسيله التواصل ما بيننا كلها هي رسومات، فاحنا محتاجين نطلع رسمه عشان نبتدي كلنا نفهمها ونتعامل بيها. كمان مرحله المطابقه بتاعتي ان انا بركب الانشائي على المعماري علشان اعرف المشاكل اللي موجوده، والمعماري على الالكتروميكانيكال علشان اعرف المشاكل اللي موجوده، كل دوت في الاوتوكاد كان بياخد وقت كتير جدا، وان احنا بنبقى عارفين ايه الديزاين بتاعنا، ايه الفكره اللي احنا عايزين نوصلها، بس احنا بناخد مجهود رهيب جدا علشان نطلع لك كميه اللوح اللي مطلوبه بتعدي الالاف. تمام؟ انت شغال في اي مشروع انت اقل لوح هتطلعها ممكن توصل ل 600 لوحه. ده طبعا بيبقى المكتب كله مش فرد. انما في اي ام الموضوع بيبتدي بالعكس. الموضوع ان انا بدخل للبرنامج المعلومات عن المبنى بتاعي، يعني انا عندي مثلا عمود، عندي كاميرا، عندي سقف ساقط، عندي باب، عندي حيطه، بدخل للبرنامج الداتا ديت وهو بيبتدي يطلع هو اللوح لوحده. كمان زي ما قلنا عشان هو فاهم الدايمنشنز بتاعت الحاجه وفاهم الكورس بتاعتها هيطلع لي المشاكل اللي موجوده. لما بنيجي نسحب الكيرف شويه ناحيه التنفيذ، بيبقى في عندي هنا بيزيد عندي مرحله الكونستراكشن دوكيومنتس والكونستراكشن، لوحه التصميم ما بتروحش الموقع على طول، لازم انت توضحها اكتر علشان الناس اللي في الموقع يبتدوا يشتغلوا، يعني مثلا انت حطيت مقاسات الدكتور، فلازم توديها لمقاول باطن هيبتدي هو يقطع الدكتور دي، وهو عنده مقاسات ثانيه،
وعنده شغل تاني ولوح تانية وانت بتحتاج تراجع كل دوت مع المبنى اللي اوريدي موجود. في البي اي ام اللي هو الكيرف الاخضر دوت انا كل المشاكل بتاعتي اتحلت في الاول، يعني انا بحل كل المشاكل وانا قاعد في المبنى. لما باجي اغير في المبنى انا بغير في لوحه، بغير في موديل، انما لما شغال بالكاد انا لما باجي اغير انا بغير في الارض، يعني ممكن تكون في حاجات اتنفذت وهضطر ان انا اكسرها عشان اعدل التعديل بتاعي. فدوت كان بيزود التكلفه جدا في الموقع، عشان كده احنا بنقول ان البي اي ام تكنولوجي بتوفر 20%، هي بتقلل الاخطاء اللي بتحصل في التنفيذ. البرامج بتاعتنا بالنسبه للمعماري اللي هو برنامج ريفت اركتكشر. ريفت اركتكشر دوت هو مسؤول ان هو يبني الموديل كله على الكمبيوتر. لو انا عايز ادرس الانرجي اناليسيس بتاعي، اعمل انرجي اناليسيس للمبنى، يعني اعرف المبنى ده بيستهلك قد ايه طاقه، اعرف الحراره اللي في الاوض قد ايه عشان ابتدي اختار الماتيريالز بتاعتي وابتدي اختار المعدات بتاعتي. في برنامج اللي هو ايكوتاك، الايكوتاك دوت بيعمل بيشتغل في العماره الخضراء. لو انا طبعا عايز اعمل ريندرز وعايز اعمل برزنتيشن قوي جدا، في اللي هو ال 3 دي ماكس اوريدي ناس بتاع عماره اشتغلوا بيه. بالنسبه لمدني في برنامج اللي هو ريفت ستراكشر، ودوت بيبني المبنى من وجهه النظر الانشائي، يعني هو يحط الاعمده والكاميرات والستيل ستراكشرز كلها بيدخلها جوه المبنى. لو انا عايز اعمل تحليل انشائي في عندي برنامج اللي هو روك ستراكشر اناليسيس. الناس المدني لما كانوا بيجوا يشتغلوا كانوا دايما بيشتغلوا بالسلك وياخد لوحه كاد ويبتدي يعيد عليها من الاول ويعمل موديل جديد في السلك ويبتدي يعيد يكرر نفس الموضوع دوت لو المبنى اتغير. انما في الروبوت، الروبوت بياخد الداتا على طول من الرغد ويربطها بحيث ان لو اي حاجه اتعدلت في الروبوت تعدل يسمع في الموديل بتاع الرغد والعكس. بس هنا في نقطه مهمه جدا، برنامج الروبوت دوت برنامج تحليل انشائي. الفيصل هو انت، انت اللي بتحكم على النتائج اللي بتطلع دي. يعني انت ممكن لو في اي داتا دخلت غلط هو البرنامج هيحل والبرنامج هيصمم، بس كل دوت غلط لان انت في واحد من الانبوتس غلط، هو في اخر الكمبيوتر وهو مجرد غير كالكوليتر، انت اللي بتدخل الداتا. طبعا التولز ديت انت لازم تكون مقويها بالخلفيه الاكاديميه اللي عندك. لو انا عايز اطلع رسومات تفصيليه في برنامج اللي هو الاوتوكاد ستراكشر تيلينج. الاوتوكاد ستراكشر تيلينج ده انا بدخل له الداتا وهو بيبتدي يرسم. يعني مثلا لو انا عايز افرد كاميرا، انا كنت برسم الكاميرا في البلان، برسمها في السكشن وبرسمها في الاليفيشن، انما دوت لا، انا بقول له ابعاد الكاميرا قد ايه، الكاميرا ديت عندي كام سبان، الكاميرا ديت الحديد السفلي بتاعها ايه والعلم ايه والكنات، بدخل له كل دوت وهو بيبتدي يرسم اوتوماتيك. بالنسبة للناس اللي بتشتغل في الطرق والكباري، في برنامج اللي هو السايبر 3D، فكرته بتقوم على ان انا بجيب جزء من الارض اللي انا هشتغل عليه وابتدي اشتغل 3D، يعني انا بجيب الرفع المساحي اللي موجود في السايت وادخل النقط ديت على السايبر 3D وابتدي ارسم الطريق. الداتا بتاع الطريق تبقى داتا جيومتري، يعني بمعنى ايه؟ نفس عن الطريق دوت طالع نازل بيلف، الكيرف دوت واسع ولا ضيق، طبعا بيبقى في ليميتيشنز للكلام ده. الليميتيشنز ديت عشان هي جيومتريكال البرنامج بيقدر يقيسها ويقارنها بالاكواد، يعني لو الكيرف دوت واسع او ضيق هيقول لك ستوب، الكيرف دوت عشان هو عارف يقيسه هيقول لك ان في مشكله. انما في الرابط لو انت حطيت مثلا عمود قدام باب ده خطا هندسي، البرنامج مش هيقول لك ان في اي مشكله، هو هيقول لك ان في مشكله لو انت حطيت العمود في الباب. انما لو في غلط في التصميم مفيش اي برنامج هيقول لك ان ده غلط، انت اللي بتقول ان دوت صح او غلط. في الجي اي اس سيستم، الجي اي اس سيستم اللي هو برضه في الداتا بتاعت القمر الصناعي بالمودلز بتاعتي، في برنامج اللي هو الماب 3D. في كمان برنامج اللي هو انفراستراكشر موديل دوت للاربن ديزاين، لو انا عايز اصمم او لو انا عايز احط فكره مثلا الكومباوند، عايز اقسم الكومباوند دوت، عايز احط الفيلا اللي فيه، انا ما تهمنيش التفاصيل اللي جوه عامله ازاي، انا عايز ابص على الفكره العامه. البرنامج ده بيقدر يعمل نموذج لمدينه، احط البروبوزر بتاع مدينه كامله. في عندي الالكتروميكانيكال، في برنامج الرابت ام اي بي، الرابت ام اي بي دوت جواه الدكتس وجواه البايبس وجواه الالكتريكال فيكتشرز، كل الداتا ديت انا بدخلها جوه الموديل. يعني انا مثلا لو انا برسم المواسير والمواسير ديت مش مقفوله هيقول لي ستوب في عندك هنا مشكله،
لو انا اتحركت بالماسوره مثلا، لو انا رسمت خط بعد كده، رسمت خط في 90 درجه، هو فاهم ان هو هيعمل هنا قوه، لو الماسورتين دخلوا في بعض هو فاهم ان هو هيعمل هنا تي. نفس القصه ديت موجوده في الدكتور، نفس القصه موجوده لو انا بوزع مثلا لون الكهرباء، هو فاهم ان انا هوصل ما بينها باسلاك، هو بيقترح عليك، بس انت في الاخر انت اللي بتختار السيستم اللي انت شايفه مناسب. في برنامج على الانترنت، يعني انت بتاكسس عليه من على الانترنت بالاوتوداسك اكونت، في اوتوداسك عامله اكونتس فري للطلبه، يعني انت بالايميل بتاع الاي دي يو بتاعك تقدروا تسجلوا الويب سايت بتاع اوتوداسك، ومن جواه تقدروا تاخدوا نسخه لمده 3 سنين لكل البرامج بتاعت اوتوداسك. برنامج الجرين بيلدينج ستوديو دوت بيدعم برنامج الايكوتك والان اي بي في موضوع الانرجي اناليسيس، يعني انا عايز اشوف الصرف مثلا بتاع المبنى دوت واعاده استخدام الميه عامل ازاي، بدخل الكلام دوت جوه الايكوتك والجرين بيلدينج ستوديو بحيث ان هم يطلعوا لي النتائج، يقول لي مثلا انت بتعيد استخدام الميه بنسبه قد ايه، استهلاك الطاقه عندك قد ايه. لو انا عايز احط كل الكلام دوت بقى على الارض، انا عايز اخد كل اللوح وكل المودلز ديت وادخلها اوديها للمقاول، والمقاول دوت هيبتدي يشتغل. في برنامج اللي هو نيفس ووكس مانجر، نيفس ووكس دوت بيجمع المودلز كلها ويحطها على بعضها ويقول لك ان انا مثلا في عندي كاميرات دخلت في مواسير، يقول لي مثلا ان في توليرنس مش متحقق، يعني لو انا قلت له مثلا لو انا في الرابط غلطت وحطيت السقف الساقط على ارتفاع متر من الارض، دي غلطه هندسيه، هي في اللوحه هتبان مش مظبوطه، في السكاشن هتبان مش مظبوطه، افترض ان احنا تجاهلنا ان هي في غلطه في الرابط، لو انا دخلت النيفز وقلت له اتحقق من ان الخلوص اللي ما بين الارضيه والسقف الساقط مثلا 2.80 متر، هيطلع لي ان في هنا مشكله. الرابط ما كانش هيطلع مشكله لان ما فيش تقاطع ما بينهم، هي الداتا اللي دخلت دي داتا هندسيه غلط، انما في النيفز ووردز بيبتدي يطلع لي المشاكل اللي موجوده. لو انا عايز احصر كميات في برنامج اللي هو الكوانت تيك اوف، هبتدي دلوقتي اوريكم البروجرامز ديت. وتفضل كده.
بيطلع لي السكشن ده. السكشن دوت انا ممكن الونه. السكشن دوت ممكن اتحكم في التفاصيل بتاعته. درجة التفاصيل اللي تظهر. ممكن اتحكم في السكيل بتاعه. يعني مجرد ما انا بغير السكيل من لسته اوريدي موجوده بيغير مقاسات الكتابه اللي موجوده واحنا شغالين في كل اللوح كل الخطوط او كل الكتابه اللي موجوده في اللوحه يطلع عليها نفس المقاس مهما اتغير السكيل بتاع الرسم. يعني لو انا عندي بلانك سكيل 1 ل 50 وسكشن 1 ل 25 وديتيلا 1 ل 10 المفروض مقاس التكست اللي مكتوب يبقى كل واحد. طبعا ديت كانت في الاوتوكاد بتقعد تعمل لكل سكيل تكست ستايل، انما هنا لا، هو انت بتديله المقاس اللي انت عايزه على اللوحه قد ايه وهو اوتوماتيك بيظبط الهايت بتاعك. لو انا مثلا عايز اخد منظور مثلا للمبنى دوت، عايز اخد لقطه للمبنى دوت، لقطه ديت مثلا من هنا لغايه هنا. بكليك انت ممكن تجيب منظور المدى بتاعك. طبعا ناس بتوع عماره قضوا اوقات كتيره جدا في الموضوع دوت. انا هنا كمان ممكن امشي جوه المبنى بتاعي. يعني انا ممكن اتحرك جوه المبنى بتاعي. الداتا بتاعتنا ديت طبعا اتعملت في وقت لما بتيجي تقارن مثلا انت ترسم بلان في الكاد بلان في الرابت انت بتحس ان البلان بتاع الرابت بياخد وقت شويه زياده. بس اللي بيحصل ايه؟ انت بلان الكاد دوت بتيجي تطلع له سكشن تاني بتيجي تحفره تاني بتيجي تعمل له مناظير تانيه. انما هنا انت زودت شويه وقت في الاول بس كل اللي بعد كده طلع اوتوماتيك. لو احنا مثلا عايزين نطلع بالنسبه للعماره مثلا عايزين نطلع سكشن هنا. لو انا جيت خدت سكشن في المكان دوت حطيت دبل كليك وحطيت السكشن جنب البلان. انا لو جيت مسكت مثلا الباب دوت هنا في البلان هيبان لي هنا في الايه؟ السكشن. لو انا عكست لو انا مثلا هنا عامل زوم كده لو انا مسحته من البلان هيتمسح من السكشن وهلاقي الحيطه بتاعتي كملت لوحدها. يعني فوق الباب لما بتشيل حيطه في البرنامج فاهم ان الباب دوت مش هيتحط غير على حيطه. الشباك دوت مش هينفع يتحط غير على حيطه. ولو حيطه ثانيه مثلا دخلت في حيطه اهيت هو اوتوماتيك بيعمل الجوينز اللي بينهم. يعني انا هنا اهوت اوتوماتيك هو بيعمل الايه؟ الجوين اللي بينهم. طبعا انا ممكن اطلع الكلام دوت كله بالالوان. لو انا مثلا رحت تاني لل 3D بتاعي احنا دايما فكرتنا عن السكشن ان هو 2D. في هنا احنا ممكن نطلع سكشن 3D. انا هنا ممكن اوقف المبنى بالشكل دوت وانا شايف السكشن بتاع 3D. تخيل انت لما مثلا بتتعامل مع عميل انت مش هتتعب في ان انت تفهمه ايه اللي انت رسمه في اللوحه. انت بتقول له المبنى بتاعك اهو. وانت كمان لما بتيجي تشتغل انت مش بس بتفكر مثلا في مسقط الدور الارضي ترجع توفقه تاني بدماغك مع الدور اللي فوق وهكذا. لو انت مثلا شغال في حاجه في مسطح كبير او لو انت شغال في مبنى عالي الكلام ده بيبقى صعب جدا. الكلام ده بياخد مجهود وبعد كل المجهود برضه بيبقى فيه مشاكل في اللوح والمشاكل دي بتروح للتنفيذ. انما هنا كل دوت مربوط ببعض.
لو احنا مثلا عايزين نطلع مساحات الاوض، انا ممكن بكليك واحده اقول له طلع لي المساحات بتاعه الاوض كلها. لو انا جيت حركت مثلا حيطه، الحيطه دي لو انا حركتها هنا كده يقول لي خلي بالك الباب دوت كده اتنقل من المكان دوت للمكان دوت، وهنا طلع لي ورنينج. طبعا الخطا دوت خطا هندسي، هو طلع لي ايه؟ الورنينج. انا طبعا ببتدي احل. طيب لو انا حركت تاني كده بلاقي المساحه بتاعت الاوضه اللي هنا بتتغير تماما. يعني انا في الحسابات بتاعت الالكتروميكانيك لو انا عايز افتح المبنى دوت بس انشاء، يعني دوت المبنى المعماري، دوت المبنى الانشائي بتاعه، المبنى الانشائي دوت نقدر نرسم فيه كاميرات، الاعمده، بقدر ابعت الموديل دوت للبرامج بتاعت الاستراكشر اناليسيس، بقدر ارسم جواه تسليح. يعني انا بدخل التسليح بتاعي جوه الموديل، مش بس برسمه، انا كمان بعرف ايه المشاكل اللي ممكن تحصل في التنفيذ. انت لما كنت بتشتغل 2 دي ما كنتش بتتخيل الحاجه اللي انت بترسمها دي عامله ازاي. لو المعماري عامل شكل معقد قوي انت هتاخد وقت كتير في الدراسه بتاعه المبنى دوت، كل الناس اللي معاك هياخدوا وقت اكتر عشان يفهموا اللي موجود. انما لما انت بتبقى شايف المبنى قدامك، يعني احنا هنا دوت القواعد بتاعتنا والخوازيق الاسقف الكاميرات كل دوت موجود. طبعا انا ممكن ارسم في البلان وممكن ارسم في السكشن. مثلا لو جيت هنا حبيت ارسم سلم، بقول له السلم دوت طالع من انهي دور لغايه انهي دور، وبقول له مثلا انا عايز ارسم سلم سبايرل، هو كده السلم اترسم. لو انا دوست على فينش السلم بتاعي دوت طلع في البلان. طيب لو جيت اخد سيكشن، طبعا صعب ان انت ترسم دوت في الاوتوكاد، ومهما حاولت برضه بيبقى ستيل في حاجات انأكيوريت موجوده. طبعا الناس بتوع مدني وعماره السلالم بالنسبه لهم الموضوع بيبقى رخم شويه في الرسم، خصوصا عماره لو احنا قلنا ان احنا عايزين نطلع الاشتباط اللي على الايه؟ الدرج بتاعنا. طبعا هو السلم نازل هنا بالتراوزين بتاعه، فممكن اغير كل الداتا ديت. الداتا ديت بتبقى موجوده في البرنامج، وكمان ممكن انزل داتا من على الانترنت. يعني دلوقتي كل المصنعين والموردين بقوا بيعملوا الايتمز بتاعتهم ريفر، بمعنى عايز اشتري بوتاجاز، الموردين بتوع البوتاجازات عاملين المودلز بتاعتهم ريفر. دي اول ما بحطها في المودل بتاعي تبقى الرسمه بتاعتها في البلان مظبوطه، كل الديتيلز بتاعتها مظبوطه، ولما اجي بطلعها في الجداول بيقول لي اجيب البوتاجاز دوت الكود بتاعه كذا من فلان. ممكن كمان اربطه بالسعر، يبقى انا لو انا زودت اي ايتم او مسحت اي ايتم من الموديل انا بعرف اوتوماتيك تكلفه المشروع قد ايه. خلينا هنا نشوف مثلا لو احنا عايزين نحصر الليست بتاعت مبنى زي ده. لو انا قلت له مثلا انا عايز احصر الفلورز، هات لي الفلورز ديت، انا عايز المساحه وعايز الليفل بتاعي وعايز الفوليوم. وهاجي هنا هقول له رتبهم لي بالليفل وهات لي توتال الفوليوم قد ايه. مجرد ما بدوس كليك يطلع لي جدول في الكميات اللي موجوده. خلينا نعمل زوم كده هنا. الكميات بتاعتي عند كل دور المساحه قد ايه والفوليوم قد ايه. طب لو انا حبيت اعمل فانكشن هنا، انا ممكن بسهوله جدا ادخل له الفانكشنز بتاعت زي مثلا الكوست. انا في الكوست ديت انا عايز اطلع في عمله، خد لي انت عندك كام متر مكعب خرسانه؟ واضربهم في التكلفه. يعني مثلا زي قلنا
قلنا مثلا 2000. قلت له هنا اوكي. قلت له هات لي التوتال بتاع الكوست كله. هاجي هنا هقول له اوكي. هيطلع لي هنا التوتال كوست او الكوست بتاعت كل سقف قد ايه. طبعا في نفس الكوست دوت بقدر اعمل الحسابات العمليه، بقدر اعمل الحسابات الالكتروميكانيكيه. كل دوت كان انا حطيت الاكسل مع اللوك، مش هرجع اقيس من الاوتوكاد وارجع تاني اخد الانبوت دوت وارسم في اللوح بتاعتي او اطلع الداتا بتاعتي في الاكسل او اي برنامج تاني، هم كلهم في مكان واحد. لو انا مثلا رحت على دور من الادوار وعايز اصلح كاميرا من الكاميرات دي، الكلام دوت كل الكلام دوت تولز، يعني انت اللي بتحكم في الاخر على الداتا دي. يعني احنا ممكن نعمل موديل غلط بداتا غلط طلع لنا كميات غلط ولوح غلط، ما ينفعش نقول ان احنا كنا بنشتغل بي اي. يعني الفكره بتاعتنا ان احنا بندخل المعلومات مظبوطه. انا هاجي هنا اهوت، انا عندي مثلا كاميرا بدخل الكنات بتاعتها، الحديد بتاعها، البراندات، عندي مثلا الكنات بتاعتي هكثفها في الاول وفي الاخر وبدي له المسافات بتاعت التكثيف، السياح بتاعت الاقطار بتاعتها قد ايه، الحديد الاضافي، كل ده بدخله جوه الموديل بتاعي. حديد اضافي سفلي مثلا، ولو انا عايز اقطع الحديد وبقول له اوكي، هو كده هيحط الحديد جوه الموديل بتاعي. الناس بتوع مدينه كانوا هيرسموا السكشن بتاع الكاميرا دي قد ايه؟ لو احنا جينا خدنا هنا سكشن كده ديت ايه؟ الحديد بتاعنا. طيب لو انا عايز اطلع لها شوت درو، انا ممكن امسك الكاميرا ديت واقول له وديها لي لبرنامج الاستراكشر تاني، هو بيطلع الكاميرا ديت طلع لها قطاعات، كمان طلع لها جدول التقطيع بتاع الحديد. الكلام دوت بقى بيسهل التاسك شويه. يعني انت في الاول وفي الاخر انت اللي بتحكم على الدايمنشنز دي، انت الدايمنشنز دي بتجيب من الديزاين بتاعك. احنا لو احنا رسمنا له كاميرا مثلا مش محطوطه على عملاق وان انا اصلحها هيصلحها، هو مش عنده مشكله. انما انت اللي بتدخل الداتا في الصح. الريفت كمان بيقدر يودي برامج تحليل المشاكل كلها، يعني بقدر اودي للساب، بقدر اودي للجيتاب، بقدر اودي للروبوت، بقدر اودي للمايداس، بقدر اودي للاستاد، على حسب المكتب اللي انا شغال فيه او على حسب المشروع اللي انا بشتغل فيه. في مشاريع معينه مثلا لو احنا قلنا ان هي تروح للمجمعه هنا بيبقوا عايزينها بالساب والجيتاب مثلا، لو انا بتعامل مع الخليج لا عايزينها بالستايل، لو انا بتعامل في حاجه هاي ريز بيلدنج هيبقى عايزها باي داس. على حسب كل مشروع انت بتختار برنامج الانشائي بتاعك. الرابط بيقدر يودي لكل البرامج دي. طبعا ما بحتاجش ان انا ابني موديل من الاول. يعني العمود اللي انا رسمته هو عمل الفريم المنت بتاعي، يعني مش هرجع ارسمه تاني. جوه الرابط برضه بقدر احط الاحمال بتاعتي. الاحمال اللي هي الفيرت، يعني مثلا عندي الحمل الحالي اللي موجود، الناس اللي موجوده ديت وزنها قد ايه، الفرش اللي موجود ده وزنه قد ايه، التشطيبات اللي موجوده ديت وزنها قد ايه، كل ده بدخله جوه الرابط. وعشان لما بنقله لاي برنامج تحليل انشائي انا ما بعيدش الموضوع من الاول، هو انا بكمل على اخر داتا انا كنت حاططها. كمان لو انا عدلت في الرابط او لو انا عدلت في البرنامج الانشائي مثلا، لو انا كنت حاطط عمود مثلا 25 في 60 ومع الاناليسز والديزاين لقيت ان هو يبقى 25 في 80، فانا غيرت جوه برنامج الاناليسيس بتاعي علشان اضمن ان هو القطاع دوت مظبوط والقطاع دوت امن. بقول له بقى التعديلات اللي انا عملتها في البرنامج الاستراكشر اناليسيس رجعها لي تاني للريفت، فاوتوماتيك بيغير الدايمنشنز بتاعه الموديل اللي هي اصلا مربوطه ببعضها. يعني لو انا العمود دوت كنت مطلعه في البلان في سكشن والديتيلا، كل دوت بيتعدل اوتوماتيك. طبعا دوت بيقلل وقت الشغل بنسبه 50%. يعني انت كنت بتاخد وقت كتير كده عشان تطلع السكشن، لا
بتدفع دلوقتي كتير جدا عشان تطلع اللوجو، فانت دلوقتي بقى عندك 50% وقت زياده ان انت تديهم في للديزاين. يعني الناس كانت بتخلص الديزاين بسرعه جدا لان هي عارفه ان هي عندها هيدك كبير جدا في اللوجو، انا هقعد ارسم لوحه كتير جدا. لا، انت دلوقتي هتركز في الديزاين بتاعك، هتطلع ديزاين مظبوط، هتطلع ديزاين هندسي مظبوط، واللوح بتطلع بطريقه يعني اوتوماتيكيه. طبعا كل لوحه بتحتاج منك ريفيجن، انت مش جاست ان انت خدت سكشن وهتوديه، فلسه هتحط بقيه الداتا مثلا ديسكريبشنز بتاعت مثلا الباب دوت التايب بتاعه ايه، الكلام دوت برده بيتعمل بطريقه اوتوماتيكيه، بس انت لازم تمشي بسيكونس معين في الشغل. لو احنا رحنا شفنا برنامج الاستراكشر ديتيلينج، هو هنا الكاميرا اللي احنا كنا دخلناها، هو طلع لي القطاع بتاعها، التفاصيل بتاعتها هنا، شاور على كل المسياس وحاطط الايه؟ الداتا بتاعتها. طبعا ممكن جوه الاستراكشر ديتيلينج اعمل نفس التوصيل، بس هي الفكره ان انت لما تشتغل بالباكج كلها انتجريتد دوت بيوفر عليك الشغل. بس لو انت مثلا الشغل بتاعك بس عايز شوب دروب، ممكن انت تستخدم الاستراكشر ديتيلينج، او لو التاسك صغيره جدا، يعني لو انت عندك غرفه حراسه مش هنروح نعمل موديل ريفت علشان نعمل غرفه حراسه، التفاصيل اللي انشرت على غرفه حراسه، انت بسهوله جدا جوه الاستراكشر ديتيلينج هتدخل الانبوت ديت، هي نفس الويندو بالظبط. يعني لو احنا قلنا مثلا ان احنا عندنا هنا تو سبانز بنفس الداتا، وقلت له هنا جيت، تيجي ترسم لي كاميرا ثانيه بالتفاصيل بتاعتها كلها. ولو انا قلت له عدل لي في الجداول، هو كده هيفهم ان الفايل اللي كان دوت بقى فيه اثنين. دوت مش اوتوكاد عادي، دوت اوتوكاد ستراكشر ديتيلينج، يعني هو فاهم السياخ ايه، فاهم الكاميرات ايه، فاهم الكفر بتاع الخرسانه قد ايه. هو هنا هو اترسم ايه؟ الكاميرا بتاعته. لو رجعنا تاني للرابط، في نفس الموديل دوت بس الالكتروميكانيكا. هو نفس المبنى معمول له موديل انشائي، موديل معماري، موديل الكتروميكانيكا. انا هشتغل بالموديل المعماري، يعني مثلا لو انا عايز احسب الحجم مثلا او السبيس اللي انا عايز اوفر لها تكييف قد ايه، المعلومه دي اوريدي موجوده. يعني انا بقول له زي ما قلت له هات لي الاريا بتاعت كل اوضه، بقول له هات لي الفوليوم بتاع كل الاوض اللي موجوده عندي، هو بكليك بيقدر يطلعها كلها. بقدر ارسم الدكتات وهو جواه الداتا بيس بتاعت الدكتات، جواه مثلا الداتا بيس بتاعت الاشلي. بقدر استخدم المقاسات الستاندرد اللي عندي، ضغطات او مواسير او يونتس كهرباء، وممكن اداونلود الكلام ده من على الانترنت. يعني لو انا مثلا عايز الكتريكال فيتشر معينه هسيرش عليها الانترنت، اوتو داسك عامل ويب سايت اسمه اوتو داسك سيك. اوتو داسك سيك دوت فيه لايبرري ضخمه جدا من الاوبجكتس، بقدر احمل كل دوت على الموديل بتاعي. هنا في الالكتروميكانيكال هلاقي او رابط ام اي بي هو الميكانيكال الكتريكال بلمبر. انا عندي هدخل الدكتات بتاعتي، هدخل المواسير، هدخل الحاجات بتاعت الكهرباء السلاك والفيكتشرز الكهرباء بتاعتي. طبعا كل دوت متنظم هنا في الزون دوت. الكلام دوت انا بقدر اترجمه كله صوره لوحه في الاخر، يعني الراجل برضه بيقدر يطلع لوح زي ما هنشوف كمان شويه، هي نفس الفيكتشر ذات موجوده طبعا في الانشائي والمعماري.
الالكترو ميكانيكال هنا هوريكم دلوقتي الداكتس لما بتبقى مرسومه لو احنا رسمينها لو انا مثلا برسم داكت انا اوريدي شايف الحيطان اللي موجوده قدامي فوانا بفكر اصلا في المسار بتاع الداكت لو انا لقيت قدامي حته خرسانه انا وانا برسم هو طلع لي ايرور ان في هنا حته خرسانه انا عارف ان في شويه ريستريكشنز ان انا اعمل فتحات في الحيطان الخرسانه يعني مثلا لو انا برسم في حيطه معماري وانا ما فيش عندي مشكله ان انا افتح في الطوب المعماري مش هيقول ان في عندي مشكله ضغط هنا دوت ال 3 دي بتاع المبنى بس هنا راكب عندي الضغطات ووحدات الاضاءه بتاعتي لو احنا دوسنا كليك مثلا على ضغط من الضغطات ورحنا نبص على الداتا بتاعته هتلاقيه هنا هو حاسب او انا هو اوتوماتيك لقط الاليفيجن اللي موجود الاقيه هنا حسب الداتا بتاعت الميكانيكال فلو على حسب الدايمنشنز بتاعتي الاوفرول سايز والانسوليشن سيكنس كل دوت انا بدخله جوه الموديل طيب خلينا كده نجرب نرسم الكلام ده دوت ان بلان الداتا بتاعتنا لو انا عايز ارسم داكت مثلا انا في عندي هنا في السيستم اوبجكت اسمه داكت واختار من هنا المقاس بتاعه زي مثلا لو انا عايز ريكتانجل ارسم اللاين بتاعي هنا اهو اللود قد ايه؟ طبعا الكلام دوت هو بيعمله اوتوماتيك مجرد ما انا بقول له طلع لي الريبورت دوت وبيقعد يحمل لغايه ما يجيب لي ايه الريبورت دوت هو هنا جايب لي لكل ليفل الديتيلز بتاعته الريبورت دوت انا بقدر اطلعه للاكسل وللوورد الكلام دوت طبعا احنا في الاخر بنحتاج ان احنا نترجمه للغه انا عندي هنا ديت لوحه معموله هنا هي الريفل ديت لوحه من جوه الريفل يعني انا ممكن اقول له ان انا عايز اطلع لوحه مقاسها ايه نوت مثلا هو جواه طبعا اوديه للاوتوكاد لو حد عايز يستلم مني لوحه اوتوكاد طبعا ممكن اطلع منه بي دي اف الكلام دوت كله بنحتاج نجمع المودلز بتاعتنا استراكشر والاركتكشر والالكترو ميكانيكال علشان نبتدي ننفذ في برنامج اللي هو نيفس وركس مانج دوت بتاع البروجكت مانجمنت والكوردينيشن البرنامج دوت مهمته ان هو بيجمع المودلز بتاعتنا كلها يحطها على بعضها بحيث ان لو في اي مشاكل بيطلعها بقدر برضه اربطها بالجدول الزمني انا هنا جوه الموديل دوت انا ممكن اجيب بني ادم اتحرك بيه جوه المبنى بتاعي طيب دوت المبنى بتاعي طيب لو انا عندي جدول زمني ومحتاج اشوف الجدول الزمني دوت هيتنفذ ازاي لو انا جبت المبنى بتاعي دوت الجدول الزمني بتاعي دوت انا عندي هحفر امتى اصب القواعد امتى هركب الميكانيكال سيستمز امتى دوت انا دخلت الموديل بتاع الريفت وكمان دخلت الجدول الزمني الجدول الزمني دوت اذا كان معمول في بروفيرا او ام اس بروجكت او بالاكسل او لو انت مدخله هنا جوه البرنامج وعايز اشوف المبنى بتاعي بقى وهو بيتبني هقول له هنا بلاي هيبتدي يبني لي المبنى بتاعي كله ممكن اتحرك اهو جوه المبنى وهو بيتبني انا ممكن اجيب شخص كمان طبعا والوقت شغال لو انا حبيت اوقف هيقول لي هنا ان انت خلصت 52% من المبنى انت خلصت 24% من الحيطان الخارجيه انت دلوقتي شغال في بند الخشب
بشوف طبعا البروجرس بتاع السايت بتاعي كله وهو موجود. طبعا انا كده ببني المبنى على الكمبيوتر قبل ما ابتدي انزل للسايت، فلو عندي اي مشكله في الجدول الزمني او في التنفيذ بتظهر لي هنا قبل ما تتنقل للناس اللي في السايت. برضو لو انا عايز اعرف مثلا لو في مشاكل موجوده ما بين مثلا المعماري والانشائي، انا بقول له هنا هات المشاكل اللي ما بين الام اي دي وبين الاستراكشر، وبديله هنا توليرنس. لو انا مثلا عندي حاجه دخلت في حاجه اكتر من 5 سم بقول له طلع لي المشاكل دي، هيبتدي يحمل ويجيب لي المشاكل. يعني مثلا عندي هنا عندي هنا ماسوره دخلت في السقف، عندي ماسوره هنا دخلت في السقف، في عندي هنا مشكله. لو احنا مثلا نزلنا عندي مثلا ماسوره دخلت في كاميرا ستيل، طبعا انا لما اتفاجئ بمشكله زي ديت في الموقع تعمل لي حاجات كتير. الراجل بتاع الستيل مش هيقبل ان هو يغير التصميم لان ده اوريدي موجود، حاجه اوريدي موجوده، عشان اكسرها هي شايله حاجات ثانيه، بدخل في تعقيدات كتير جدا. والميكانيكال سيستم ممكن يكون الالمنت دوت حاجه مهمه، علشان اغيره اغير حاجات كتيره موجوده، فطبعا دوت هيزود التكلفه، ده غير ان المشروع هيقف لغايه ما لو التركيب بتاع الايتمز ديت هيقف لغايه ما نحل المشكله دي. طبعا هو هنا بيسبوت على المشاكل بس مش بيحلها، المفروض انت اللي بتحلها. اهو عندي انا مثلا دوت كيبل تري دخل في التراس، دوت الكيبل تري دوت اللي انا بحط عليه المواسير وحاجات الكهرباء دخلت في التراس الاستراكشر. عندي مثلا هنا ماسوره دخلت في قاعده، هو بيطلع لي كل المشاكل اللي موجوده وانا بتولى حلها. احنا كنا بنعمل الكلام دوت ماني، كنا بنجيب لوح وبنجيب فايلات وكده نحطها فوق بعضها ونبتدي نشوف المشاكل. مهما كنا مهما يعني مهما الناس رجعت برضو في حاجات موجوده في الموقع، في عندك مشاكل موجوده في الموقع دوت. مش هنقول ان هو بينهي المشاكل لكن هو بيقللها جدا، وكمان هو بيحط ايده على المشكله. يعني احنا هنا حاجه زي ديت مش هنقول له ارجع للوحه الانشائيه رقم كذا واختار رقم كذا وطبقها مع اللوحه الميكانيكا رقم كذا وكذا وكذا، احنا هنا عندنا مشكله نحلها ازاي؟ احنا على طول فيجوال كوميونيكيشن بنقول ايه البوينتس اللي عندنا. الكلام ده طبعا ممكن اطلعه سبريت ريبورت ابعته للناس. شكرا لحسن استماعكم، ولو في عندكم اي اسئله. طبعا بنشكر الباشمهندس عمرو على النقد الجميل، و سيد نقيب مهندسين اولويه بيقدم ان شاء الله برعايه اي اس اكاديمي، بيقدم منحه لاوائل الدفعه في جميع الاقسام، منحه مجانيه بجانب ان في خصم 50% اللي هو من الثاني الى الخامس، يعني الاوائل بالنسبه لاوائل الخريجين من الاول دي في جميع الاقسام منحه مجانيه، من الثاني الى الخامس ل 50%، ومن الخامس الى العاشر ل 25%. ثاني حاجه برضه ان شاء الله هناخد دلوقتي ازاي تعمل انترفيو والسي في، بجانب كمان ان ان شاء الله تبقى الاتندنس او الشهاده بتاعت الحضور بتاعت الكورس ان شاء الله حضرتكم بتيجي تاخدوها من المقر بتاع مركز اي اس اكاديمي في واحد شارع السرايا امام او بجانب كوبري الجامعه. شكرا. واحنا بنشكر المهندس عمرو، وده مثلا الدكتور علي عبد الرحيم لما كان بيتكلم الفرق بين كليات الهندسه المحترمه وكليات المهندسه تحت بير السلم، فهو فخر بالهندسه الشبرى زي ما هو قال، وده شيء كويس يعني ان هو البرزنتيشن حاجه جميله جدا، وبنشكرك وبنشكر اي اس اي اكاديمي على
التعاون اللي هو المثمر معانا. ويمكن الدكتوره مرام دلوقتي كليه الهندسه في شبرا برضو هيبقى في زي بروتوكول تعاون مع الاكاديميه، وان شاء الله باذن الله تعالى يبقى تجمع ثلاثي ان شاء الله النقابه مع كليه هندسه شبرا مع الاكاديميه ان شاء الله باذن الله تعالى. شكرا ان شاء الله الجميع حضرتك برضه ليهم ديسكاونت 20% بناء على الابلكيشن اللي مع حضراتكم اللي بتكتبوا فيه اساميكم البيانات لحضراتكم، جميع حضرتك ليهم ديسكاونت 20%. اتفضل دكتور. نشكر السادة الحضور ونشكر السيد النقيب ونشكر طبعا الباشمهندس عمرو والاكاديميه بالكامل، وان شاء الله البروتوكول اللي بيننا وبين المحافظه بيننا وبين النقابه هيتفعل وان شاء الله هيبقى مستقبل جميل بيننا وبينهم. شكرا.